كيف هذا نصر؟ كيف هذا هلال؟ هلال؟ هلال 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 زي ما آسيا. ناصر شو؟ ما في ناصر تعبان آسيا. ما في آسيا. شو آسيا؟ بعد ناصر شو يقول الأسراوي؟ أنا عالمي يا تعبان. وين عالمي؟ يا تعبان. أنت محلي ما في بطل شو أنت عالمي؟ يا تعبان أنت كورة معي عالم. ها؟ أيوة. ها؟ واحد يعني محلي ما في بطولة انت صير عالم. قول ناصر ليش يزيهن؟ محلي ما حصل بطولة كيف يزيهن؟ ليش يزيهن؟ قول احنا عالمي. انت فوز عالم؟ ما يشتهي؟ بعد انت 16 سنة ما في بطولة ليش قلقل؟ سكر حدا صار معنا انت ما في بطولة. انت احترام حدا نادي كبير خلال كل دولاب هذاك حق كاس ما فيه. ايه مفروض مفروض مفروض. انا اقول هذا نادي نصر سكر هذا ليش حصار فلوس؟ هذا فلوس ودي فلسطين احصل. والله في عجب والله في هذا الحكومه السعوديه يا والله. ها ايوه شوف شوف انا هنا هذا تاكسي بيدي صح؟ ايه اشتغل. ايه واحد ما في زبون، اثنين ما في زبون، واحد شهر ما في زبون، واحد سنه ما في زبون. انا مجنون انا لازم بي ادور اشتغل. تعال تعال هنا واحد سنه ما في بطوله، خمسه سنه ما في بطوله، عشره سنه ما في بطوله. سكر هذا النادي ولا سوي شيشه ولا سوي مطعم. يجيب لي فايده شويه يجيب فلوس صح؟ ها؟ شاي كشري شيشه شو رايك؟ ها؟ والله لحام وشندوش ايش روز بيا يدي شوي فايده في فلوس. ايه علينا انت فلوس خساره 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 بطوله. كله يشتري لاعب يشتري لاعب كثير فلوس. ايه بعدين بعد زنزال مع الهلال بعدين بعدين هذا نادي هلال كبير انت بعده ما في احترام قد قد زياده. ما في احترام هون ما في احترام زين؟ انا يعني ليش ما في زعلان؟ انا اقول لك علينا انا هذا بزنس شهر شهرين واحد سنه ما يجي فلوس ما يجي فلوس. انا مجنون سكر يلا دور ثاني. انت زين زين ما في بطوله سنه سنتين خمسه سنه عشر سنه يلا سكر. ليش هذا في حصار فلوس بدون بدون بطوله؟ ليش يعني واحد ما معه بعد كده هذا نادي كبير نشان هلال. انت روحوا معي كده هذا في بطوله في اسمه هو كبير انت كده نشان هو يا تعبان. مشكله ما في مشكله حتى انا فرد نصراوي ما يعرف كره يعني وما يعرف كره بس خويا يعرف كلام غير رياضي كر 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 كلام كله غير رياضي. اها ما يعرف رياضه نصراوي مشكله. اه شوف 19 سنه بعدين هذا سنه شيل بطوله كم كلام يا اخوي كم سنه انت ما في بطوله؟ ما واحد مره بس. اه غير بس بعدين هذا غير رياضه كله كلام ما في رياضه مفروض نادي هلال يا اخوي هو كلام متصدر لا تكلمني متصدر خليبه اللي 20 سنه بعدين بروان متصدر انا دائما في متصدر.